مباشرة لمركز الإعلام الدولي لقمة العشرين، وأكيد من هناك مجددا معنا زميلنا خلف. وش الجديد معك هالمرة، وكيف المركز الإعلامي يعني مع التوافد، مع الترقب الآن للكلمات أولها وأهمها لدينا هي كلمة العاهل السعودي؟ أهلا علي، أهلا تغريد، أهلا بكافة مشاهدينا من جديد من المركز الإعلامي الدولي لقمة العشرين. الترقب كبير جدا، ما زلنا في فعاليات قمة العشرين، لكن نعد العد التنازلي نحو كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، هذه الكلمة المهمة في بداية قمة القادة. اليوم لدينا ملف مهم جدا، ملف التوظيف وملف العمل. يسعدني أن أستضيف الدكتور أحمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل. أهلا وسهلا فيك دكتور، سعيد جدا بهذا اللقاء. دكتور، خليني أسألك مباشرة، أنتم في وزارة العمل وأنت تحديدا رئيس مجموعة التوظيف في الجي 20، عملتم منذ بداية هذا العام على العديد من الاجتماعات، العديد من المبادرات، أبيك تحدثنا نبذة عن أعمالكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم الاستضافة ومسي بالخير على المشاهدين الكرام. مجموعة عمل التوظيف هي أحد مجموعات العمل لمجموعة العشرين، وتعني بالسياسات المرتبطة بالتوظيف وأسواق العمل وأصحاب العمل والعاملين والمحافظة على الدخل والوظائف. جميل. بداية هذا العام كانت الاجتماعات ما كانت افتراضية قبل أن يستشري الوباء. أول اجتماع تستذكره وكيف على طول تحولت؟ عطني الكواليس خاصة بداية هذا العام 2020. طيب، جميل. طبعا احنا بدأنا أولوياتنا في المملكة حتى من عام 2019، بدأنا تحضيراتنا بشكل مبكر بالتشاور مع المنظمات الدولية ومع الدول الأعضاء للوصول إلى هذه الأولويات، واتفقنا عليها مع بداية عام 2020. عقدنا اجتماعنا الأول في مدينة جدة وكان حضور شخصي، والحقيقة كان يعني الوفد كله، نتحدث عن 100 شخص تقريبا من 20 دولة والدول الضيوف، وكان لقاء من 3 أيام، لقاء جدا رائع. وكانت مدينة جدة يعني ذاك الوقت الجو جميل، فكانت النقاشات جيدة، وكان أيضا يعني حصل فرصة أنه يتعرفون على ثقافة المملكة من خلال زيارة المناطق التاريخية وبعض الزيارات، فكانت جيدة. من بعد هذا طبعا انتشر الوباء، ونسأل الله أنه يرفع عنا بأسرع وقت، واضطرينا أن نغير اجتماعاتنا. طبعا لازم نكون أول شيء على قد المسؤولية، ولازم نكون على مستوى التنسيق الدولي حتى من السياسات. هذا سؤال مهم. أولا انتقلنا إلى اجتماعات افتراضية، طبعا هذا فرض تحديات. لما تعمل اجتماع افتراضي يفترض أنك تجد التوقيت الملائم لجميع الدول، يفترض أنه عملية الحوارات تنتقل من شخص لشخص. إلى اجتماعات افتراضية تفرض تحدياتها. أيضا فيما يخص الأولويات، احنا وازننا بين أولوياتنا كمجموعة وبين المواضيع الطارئة مثل فيروس كورونا المستجد، فوضعناه ضمن أولوياتنا، وعقدنا اجتماع استثنائي بقيادة وزراء العمل والتوظيف، وأطلقنا أيضا قائمة من الإجراءات متعلقة بالوباء وكيف ممكن نخفف آثاره على أسواق العمل. جميل. طيب، أنتم كانت عندكم مبادرة عن سلوكيات العمل، نتحدث عن مبادرة جي 20 لسياسات سلوكيه في سوق العمل. وش هالمبادرة؟ جميل. مبادرة من السعودية. جميل، نعم. كما ذكرت، هذه مبادرة تبنتها المملكة العربية السعودية وممثلة في مجموعة التوظيف. الفكرة الأساسية منها أنه نعمل، خلينا نقول، المجهود الإضافي في وضع السياسات. لا يكفينا نضع سياسة، يجب نفهم تحيزات ونفسيات عند الباحثين عند عمل، عند الموظفين، عند أصحاب الأعمال، وبالتالي كيف نبسط معلوماتنا وسياساتنا وبرامجنا، كيف نساعدهم على الاختيار. أتت المملكة بهذه المبادرة، والحمد لله بعد عدة اجتماعات وجدت دعم وتأييد من الدول، أسفر عن ذلك إنشاء شبكة الجي 20 لسياسات سلوكيه ومركز الرياض لسياسات سلوكيه بإشراف وإدارة الوزارة. طبعا المملكة سوف تكون هي الرئيس لهذه المجموعة، وكندا هي نائب الرئيس. جميل. طيب، يعني من خلال تجربتكم وأنتم رئيس مجموعة التوظيف في الجي 20، أكيد هي سنة طويلة، اجتماعات مرهقة كانت، كيف تلخص مثل هذا العام الطويل والمرهق؟ سؤال جميل صراحة. يعني يمكن المشاهدين الكرام والناس يعني تنظر إلى الحدث اليوم، لكن بناء هذا الحدث أخذ مجموعة كبيرة من الجهود، من الاجتماعات. أنا أزعم أنها مئات بل آلاف الاجتماعات وساعات العمل مع الدول الأعضاء، مع المنظمات، أثناء الاجتماعات، أثناء التحضيرات لها، فأخذت جهد كبير جدا. لكن مررنا بتجربة الحمد لله نفخر بها، أولا قدمنا صورة مشرفة للمملكة ورأسنا الاجتماعات وقدنا الدول في مرحلة عصيبة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي الجيوبوليتكس الدولي أو فيما يخص جائحة كورونا. الحمد لله هذه الاجتماعات أسفرت عنه يعني تجربة ثرية للمملكة. على المستوى المهني، على المستوى الشخصي، فريق العمل لدينا قدم صورة مشرفة والجميع يشهد بالدول أنه المملكة قدمت صورة رائعة جدا، رفعت مستوى التوقعات والتحديات للسنوات القادمة. ويجدير بالذكر أن المملكة تعمل فيما يسمى اللجنة الثلاثية اللي هي ترويكا اللجنة الثلاثية اللي هي الدولة المستضيفة والدولة القادمة والدولة التي بعدها. فالآن بنعمل إن شاء الله مع إيطاليا عن قرب في انتقال السياسة بشكل سلس إلى الرئاسة العام القادم. شكرا لك دكتور أحمد الزهراني، شكرا لهذا الوقت، شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام. علي وتغريد، بالفعل العد التنازلي بدأ نحو اجتماع قمة القادة، هذا الاجتماع الذي لم يبقى عليه شيء كثير جدا، شيء كثير. نحن ما زلنا معكم على أرض الحدث، ما زلنا معكم ننقل كل التفاصيل وكل الكواليس. نعم علي وتغريد.